السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، معكم كابتن عمر. ومن أكثر الأسئلة اللي بتوصلني هي أسئلة تتعلق في عضلة البطات، كيف نطور من عضلة البطات يا كابتن؟ اللي ما بيعرف عضلة البطات اللي هي اسمها السمانة يسموها، اللي هي العضلة اللي هون هاي أسفل القدم أو اللي بالساق، هاي العضلة لما الناس تسألني ليش إنها ضعيفة عندهم ما عم بيعرفوا يطوروها، بطلب منهم عادة مثلاً يرسولي فيديو أشوف كيف طريقة أدائهم. أولاً بلاحظ إنه طريقة أدائهم للتمرين طريقة ضعيفة، يعني بيعمل التمرين بسرعة بوزن بسيط بحيث إنه زي بده يخلص من التمرين كأنه واجب عليه بده يخلص منه، فبتقوم بأدوا بالطريقة هاي. لاحظوا إنه الحركة سريعة. نعرف قواعد معينة على عضلة البطات. أول شيء هاي العضلة شايلة وزنك كله بشكل يومي، فإذا أنت حركتك كثير خلال اليوم فهي العضلة متعودة إنها تحمل هذا الوزن، فأولاً هي محتاجة وزن ثقيل، أوكي؟ ثانياً بغض النظر عن الجهاز اللي بتستخدمه، محتاجة إنك أنت تمرنها على الأقل ما بدي أحكي ببطء، بس تحس في الكونتراكشن للعضلة، يعني تعمل عليها انقباض. لو ثبت لك ثانية واحدة أو ثانيتين في حركة الانقباض حيكون أفضل. وتعمل استرتش على الاخر العضله، لما تيجي تنزل لتحت اعمل فول استرتش، لما تطلع على الاخر كونتراكشن على الاخر، وتثبت لك ثانيه. وممكن التكرارات تكون من 10 ل 15 تكرار، بحيث انك انت تفشل بسبب انك مو قادر تعمل اكثر لانه الوزن ثقيل على العضله. لا تمارس تمرين بطاط على انه تمرين واجب بدك تخلص منه، باخر التمرين تعمله 3 جولات وخلص. ممكن تعمله 5 جولات وتكررها 3 مرات في الاسبوع. أنا شخصياً بلعب البطاط 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، لما بعملها ما بقل عن 5 جولات في التمرين الواحد. وزن ثقيل بتركيز عالي زي ما حتشوفوا هسه هون. هاي نزلنا على آخر ستريتش، طلعنا على الآخر، عملنا كونتراكشن، ثبتنا، ننزل شوي شوي ستريتش على آخر، نطلع كونتراكشن على آخر. جرب بهاي الطريقة أدي تمرين البطاط بغض النظر عن الجهاز اللي تستخدمه، وجرب اعملها من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، وأنا بأكد لك راح تشوف تغيير إذا جينيتيكلي عندك العضلة تتحمل هذا الشيء. ليش بحكي هذا الكلام؟ لأنه في ناس فعلياً العضلة عندهم قصيرة جداً، يعني بتلاقيها جاية في على القدم هيك إشي بسيط، مش راح تقدر تعمل عضلة جديدة، مش راح تقدر تمدها، راح تقدر تخليها أطول. هاي إشي تحطه بعين الاعتبار، ولكن حجم العضلة في له قدرة على إنه يكبر بما يتناسب مع المصل انسيرشن، بداية العضلة نهاية العضلة. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وجربوا هاي الطريقة، وعطوني الفيدباك تبعتكم. السلام عليكم.